بصراحة في الحلقة الماضية اكتشفنا أن الإبحار في عقل ورأس الدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء المصري الأسبق ومهندس أهم وأخطر حدث سياسي في السنوات الأخيرة وهو اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. أقول اكتشفنا أن الإبحار أشبه بالسير على الأشواك والدخول في مناطق ملغومة. في الحلقة الماضية كان الدكتور مصطفى خليل جريئاً في أطروحاته وآرائه التي ربما لا تعجب الكثيرين، ولكنه مع ذلك يدافع عنها باستماتة. قال إن السلام بدأ مع عبد الناصر، وأن إسرائيل لن تتوقف عن التجسس على مصر، وأن الذين يرفضون التطبيع يعملون ضد مصلحة مصر، وأن الذين أخطأوا في صياغة أوسلو عليهم أن يتحملوا الثمن. الدكتور مصطفى خليل ما زال في جعبته الكثير، وها نحن في محاولة لاقتناص المزيد من الأسرار. نرحب مرة أخرى بصراحة وبهذه الصراحة المنقطعة النظير لأستاذنا الكبير. وتوقفنا في الحلقة الماضية عند اللغم السياسي، أو اسمح لي أستاذي أن أقول أنها واقعة مهينة، يعني واقعة مهينة لي كمصرية ولمصر ويمكن ضد كل الأعراف الدولية. اتهام السفير المصري محمد بسيوني بالتحرش براقصة إسرائيلية، بعض الآراء فسرت ذلك بأنها رد على قضية عزام عزام الجاسوس الإسرائيلي الملقى في السجون المصرية حاليا. فهذه القضية اعتبرت قضية ابتزاز من الناحية السياسية والأخلاقية للسفير محمد بسيوني، إلى جانب اللعب بها كما ذكرت كورقة للضغط سياسيا على مصر. هو أنا بتفق مع حضرتك في الجزء الأولاني كله، فيما عدا أنه بيعتبر ورقة للضغط على مصر، لأن ده موضوع شخصي خالص بتاع موضوع السيد السفير محمد بسيوني. لكن هنا أنا برجوك يعني هقول كلمة في الموضوع، أن سفير محمد بسيوني من واقع تعاملي معه بعتقد أنه من أحسن السفراء في الخارج. السفير محمد بسيوني يعلم جميع دقائق السياسة الإسرائيلية، له وضع أقول إجماع بين الرأي العام الإسرائيلي بصرف النظر عن معتقداتهم السياسية. بالنسبة لشخصه محبوب جدا، كفء جدا. حفلة 23 يوليو اللي بيعملها دي بتبقى ترمومتر للوضع الاجتماعي اللي بيدعوهم السفير محمد بسيوني لحضورها. اتصالاته على مستوى عالي جدا. لو دعا رئيس الجمهورية هناك أو رئيس الوزراء أو أي وزير، هما اللي بيتشرفوا بوجودهم عنده. ست بتاعته ست يعني أقول إنها مالية مركزها عن جدارة، وست ممتازة. كل الأمور دي خلت محمد بسيوني بدون شك عنصر لازم يتحسب حسابه. هو بيروح يلقي محاضرات، نشط في إلقاء المحاضرات، توضيح للرأي العام، مؤمن بعملية السلام. لما بنيجي هنا ونقول ان كل الاوضاع دي او الظروف دي موجودة في محمد بسيوني، وكل واحد منها ممكن يعمل له 1000 عدو، بيعمل محمد بسيوني 1000 عدو. وطبعا لما واحد بيبقى في مركزه وناجح النجاح بتاعه كل الكلام ده بيخلي له اعداء، فما بالك بقى بالصراع على الأوضاع السياسية أو داخل إسرائيل في حد ذاته. ورغم أن نتنياهو فات في نفس الأزمة قبل كده
وقبل الانتخابات بتاعته مباشرة، وهم في المجتمع الإسرائيلي قالوا دي أمور شخصية ويجب أن احنا نجنبها ولم تبرز في الحملة الانتخابية. طيب اشمعنى؟ اشمعنى؟ اشمعنى لأنه ناجح، لأنه مصري، لأنه عربي، لأنه راجل مالي مركزه. إذن أي وضع من الأوضاع دي كلها، حكومة إذا كان لها يد في العملية هناك اتعملت بذكاء، لأن مش هم اللي قدموا الوضع للقضاء، ولكن الاتهام جاله من طبعا من الست دي اللي رفعت القضية. الأول طبعا كان قدمت بلاغ للنيابة، والنيابة أوقفت التحقيق، وأوقفته لأن استخدام عملية الإميونيتي السياسية ما بيعجبنيش. ليه؟ لأن ده كأن واحد عامل حاجة وعايز يهرب بيها وبيستخدم الحصانة. يعني حضرتك كدبلوماسي عريق بترفض الحصانة الدبلوماسية؟ مش برفضها أو فكرتها؟ لا، أنا بقول محمد بسيوني مش محتاج إنه يتستر وراء الحصانة أيوه. على وجه الإطلاق. محمد بسيوني عمري ما سمعته بيتكلم كلمة تقدر أي. تفسريها باتجاه معين. محمد بسيوني قيل إن الإسرائيلية دي دعاها في بعض الحفلات الخاصة، أنا عمري ما شفتها عنده، عمري ما سمعت اسمها منه على وجه الإطلاق. ما واضح أنها قضية مفتعلة. إذن أنا هنا بقول وملفقة كل ده أي. بس ملفقة من مين؟ ربما تكون بدافع أن حد يوزها أنها تعمل كذا أو كل الكلام، ولكن ملفقة من إسرائيل في محاولة للضغط. ما فيش ضغط، يعني إذا كنت بتصور مصر. إن في ضغط هيجي على مصر منها ما أعتقدش، يعني ما فيش ضغط على وجه الإطلاق. ليه؟ لأن احنا أو كما ذكرنا في الحلقة الماضية الرد على قضية الجاسوس عزام عزام ده وضع تاني، الرد على حاجة معينة أنا عايز أرد بيها ممكن أي. ولكن اللي معروض النهاردة اللي هو مدى السير في القضية مع تمتعه بالحصانة الدبلوماسية. وأنا بقول هو مش محتاج لأي حاجة زي دي، وأنا بقول إن ثقة الواحد فيه، يعني من معرفته بيه مدة طويلة وكل الكلام ده بتخليه يقول إن ده كلام صعب قوي إنه يحصل. يعني مطوا الحكاية بشكل كبير ملوش داعي. ومحمد بسيوني ما يستحقش هذا. بالعكس، محمد بسيوني الشخصيات الكويسة، وأنا أعتز بصداقتي له، وبقول إنه شخصية محترمة وشخصية ممتازة. حضرتك بتقول مط هذه القضية، والعقل والمنطق يقول أنه لا يمكن لسفير مخضرم مثل سفير محمد بسيوني أنه يعمل كده، ومن الواضح أنها لعبة، ومن الواضح أنها أيا كانت الأهداف الخفية وراها ابتزاز، نوع من الابتزاز، نوع من الرد السياسي، إلا أنها يعني تؤثر على عملية السلام والتطبيق. لا، ما تأثرش، ممكن تنصر. يعني شوف حضرتك، أنا أقول كل الكلام اللي قلناه لغاية حكاية عملية السلام، لأن السفير عادة بيحاول أنه يخلي فيه علاقات طيبة بين البلدين. وبعدين محمد بسيوني معروف، قضية تثير الغضب في نفس أي مواطن عربي، شعور بمهانة. إسرائيل بتبهدل السفير العربي كده في قضية زي دي، شعور بمهانة، يعني عليهم أن يتحملوا ذلك. هو يعني ما هنا إحنا ما بنقول إسرائيل، هل لما واحدة بترفع قضية دي معناتها أن كل المجتمع في إسرائيل موافق على هذا الكلام؟ أنا بقول لا، مش كل المجتمع. محمد بسيوني له أصدقاء منهم بيدافعوا عنه أكتر مننا. أي حقيقي، يعني له أصدقاء منهم يدافعوا عنه. لما تيجي واحدة لأي سبب من الأسباب قالت الكلام ده، بكل أسف، وأنا بقول بكل أسف،
انه يجي في محمد بسيوني، ومحمد بسيوني راجل على قدر كبير جدا من التعقل، وراجل يعرف الاصول ويعرف واجبات مهنته. أي. ويعرف ان الشخص الرسمي ما يجبش ان يورط روحه في اي نوع او اي شيء ممكن انه يمسه ولو بشعره. محمد بسيوني له تاريخه. نعود الى منطقه اخرى كنا بدانا تناولها في الحلقه الماضيه، مستقبل السلام. حضرتك تذكر كان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بيجلس الى جوارك في جلسه مجلس الشعب الشهيره التي اعلن فيها الرئيس الراحل انور السادات استعداده الى الذهاب الى الكنيست الاسرائيلي. لحظتها صفق ياسر عرفات بحراره، الا انه غير موقفه بعد ذلك واصبح من اشد المعارضين لرحله السادات الى القدس. هل تعتقد او تتصور ان الفلسطينيين اضاعوا برفضهم كامب ديفيد فرصه كبيره، وهي الفرصه التي يحاولون تعويضها اليوم دون جدوى؟ شوف حضرتك، الجزء الاولاني انه صفق للرئيس السادات في هذه الجلسه. انا كنت جالس جنب سيد ياسر عرفات مباشرة. أيوه. قاعدين جنب بعض. أيوه. وشفته. ما اقدرش اقول انه ما سقفش، لا. سقف. وبقول ان المناسبة هو بيفسرها بعد كده سيد ياسر عرفات. أيوه. انه ما حمست الجماهير او موقف انه سقف فسقف. أيوه. ليكن. هو بعد كده غير رأيه. أيوه. حضرتك لما بتساليني دلوقتي بتقولي كان افضل لهم او ما كانش افضل لهم. ايوه. وانا هنا في الحقيقه بحاول قدر امكاني اني اقلب صفحه الماضي وما ارجعش لها ولا احمل الفلسطينيين بالكثير مما قد بعض الناس ياخذوه علي. ايوه. ولكن قصاد كلام حضرتك بتاع الصراحة والكلام ده كله، هخرج عن المبدأ ده وأقول رأيي بصراحة. بصراحة بصراحة برا إن في عدة فرص. الفلسطينيين بيعتقدوا إنهم على حق في إنهم أخذوها. أيوة. زي حضور مؤتمر مينا هاوس. أيوة. ورفع علمهم، زي بعد كده معارضة كام ديفيد. أيوة. بعد كده عدم الموافقة على المباحثات. واللي كان له تأثير وحش جدا عليا مظاهر الفرحة اللي عملوها واللي سجلت واللي نقلت إلينا. أيوة. لما أصيب الرئيس السادات وتوفى والدي، حاجات يعني ما يصحش انها كانت تصدر، ما تصدرش من ناس مش كبار. يعني حاجات الناس الكبار ما تصدرش منهم حاجات زي كده. ولكن انا رأيي الخاص ان كان من الافضل للقضية الفلسطينية انهم يحضروا في مينا هاوس، انهم يشاركوا في عملية كامب ديفيد، لان كامب ديفيد والمفاوضات اللي حصلت بينها، وحتى لما احنا ابتدينا نتفاوض ما كانش الهدف منها ان انا بمثل الفلسطينيين على وجه الاطلاق. الفلسطينيين لهم قضية، وهم اللي يقدروا يتفاوضوا ويعرفوا ايه اللي يقبلوه وايه اللي يرفضوه. وعشان كده انا بقول باستمرار المفاوضات ثنائية. ليه؟ لان الطرف العربي الاخر هو اللي بيحدد هو يقبل او يرفض ايه في جميع معاهدات السلام. في جميع معاهدات السلام ان يجب ان تكون الاتفاقية ثنائية. ثنائية لانها في حاجات بتمس السيادة، في حاجات بتمس المصالح، في حاجات الطرف الاخر ما يقدرش يعرفها كويس الا صاحبها. اذا الكلام بان
إسرائيل بتستفرد بكل دولة عربية، ده كلام مش واقعي. وبعدين منذ توقيع اتفاقيات الهدنة في 49 والسيد محمود رياض ذكرها، قال احنا من 49 أربع اتفاقيات هدنة رغم وجود كل الأطراف العربية في نفس المكان، كان في قبرص، والكلام انهم ما كانوش بيتقابلوا غير حقيقي. أي. لأن أنا سألت رابين وكان حاضر، قلت له حقيقي انكم ما كنتوش بتقعدوا مع بعض وبتتكلموا؟ قال أبدا، كنا بنقعد مع بعض لما يجوا ياخدوا صور بس ياخدونا واحنا مش مع بعض. يعني هنا حتى بنقبل تغيير الوقائع لإرضاء شعور بعض الناس. إنما لما باجي للوضع بالنسبة للفلسطينيين، وزي ما قلت لحضرتك أوضاع الدولية، يعني إيه اللي بيخليني أقول كده؟ أوضاع الدولية اللي موجودة النهاردة، اللي هو في دولة عظمى واحدة هي اللي رأيها بيمشي على الكل حتى الآن، لو أعلم مستقبل هيجي إيه. الأول وقت التفاوض وكل الكلام هيك بتقصد إيه بحتى الآن؟ هل هناك احتمال أن تصبح أوروبا قوة مماثلة للدولة العظمى اللي هي الولايات المتحدة؟ أيوه، في دراسات حتى في أمريكا بتبحث الكلام. الصين وضع الدول الأوروبية، الروسي والممكن يحصل إيه؟ أوضاع النهاردة مش واضحة. إنما الواقع بيقول إن في دولة عظمى واحدة هي اللي بتقدر تمشي آراء. طيب هل الوضع اللي كان فيه الدول دولتين عظميين وفي الخلاف بينهم واحنا كنا بنظن ان تقدري تاخدي موافقة الدولة عشان تعملي ميزان مع الدولة الثانية، الوضع ده مش موجود النهاردة. الوضع الثاني اللي مش موجود، احنا كنا الاول بنقول والله البترول ممكن انه يبقى عامل ضغط في القرار، ولكن بعد حرب الخليج، نتائج حرب الخليج اللي اسفرت عنها بكل اسف انعملت شرخ كبير جدا في العلاقات العربيه، يعني حتى التمثيل السياسي بين بعض الدول العربيه اللي وقفت مع صدام حسين وبعض دول الخليج حتى مش ماشي لغايه دلوقتي. بجانب الشرخ ده الكبير، ان بعض دول الخليج سمحت للقوات الامريكيه بالتواجد في اراضيها بموافقتها للدفاع عنها. وحتى ما ننساش ان في الوضع الاخير بعض دول الخليج طلبت تدخل الولايات المتحده، وقيل ان بعض الاساطيل نقل الخام كان مهدد. إذن إن إسرائيل أصبحت أمريكا تحتاج له علشان تدافع عن مصالحها في البترول، أصبح أمريكا هي القوة، مش بس رأيها هو المحترم، ولكن لها قوات تقدر تفرض رأيها. لما أجي بعد كده الوضع النهاردة داخل إسرائيل، إسرائيل خلال الفترة من توقيع اتفاقيات السلام لغاية النهاردة حصل تقدم كبير جدا في الوضع الاقتصادي والوضع العلمي، وإنها أصبحت فعلا وبدون شك ترتيبها بيجي بعد بريطانيا العظمى، سواء من ناحية الاقتصاد أو البحث العلمي. ودي النقاط اللي أنا بقول نقاط اللي لابد ان انا اتنبه لها، ولابد ان انا اواجه هذا الوضع، مش اواجهه بالحرب، اواجهه بان ابذل جهد ان اثبت نفسي في هذه المجالات انا والدول العربيه الاخرى. النقطه الاخطر من كده وخطوره فظيعه، ان عامل الوقت مش في صالح القضيه الفلسطينيه، لان عامل الوقت معناته ان اسرائيل بتغير من طبيعه الاوضاع
ايوه بتنشئ مستوطنات. ايوه عامل الوقت بالنسبة لمصر ما كانش بالخطورة دي. ايوه عامل الوقت حتى لما نيجي للجولان ما هوش بالخطورة، ولو ان في خطورة في الجولان. ايوه لكن مش بخطورة وضع الضفة الغربية بالنسبة لإسرائيل، لأنها كانت حالة احتلال أراضي وليس إقامة مستوطنات كما يحدث في الضفة الغربية. النهاردة في الضفة الغربية أي. إذا كان ده بيعتقد أن هو له حق توراتي وحق تاريخي وأن دي جودية وسمارة الأصلية، وأن لا ريديبلويمنت مش ودرول، وروحنا لأدق التفاصيل. أيوه إعادة الانتشار وليس الانسحاب. وليس الانسحاب، أن حكم فلسطيني محدود وكذا، أنك لو أعلنت الدولة أنا هعمل كذا. كل ده بيخلي الواحد يقول عامل الوقت ما هوش مع القضية الفلسطينية. لكن هناك أصوات من السلطة الفلسطينية انتبهت مؤخرا إلى أنهم خدعوا في صياغة اتفاق أوسلو، وبدأوا ينادوا باتخاذ كامب ديفيد أو معاهدة كامب ديفيد كنموذج لأي اتفاق مع إسرائيل، لأن أوسلو اتفاقية خالية بلا جداول وبلا التزامات ولا ترتيبات ولا جداول زمنية. فالمقارنة اللي بيعقدها بعض أعضاء السلطة الفلسطينية ما بين أوسلو وكامب ديفيد، وبيتمسكوا النهاردة إن هم يكتبوا أو يخلقوا معادل آخر إلى اتفاقية كامب ديفيد. ما رأيك في هذا؟ هقول لحضرتك، شوفي رغم إن أنا كنت أتبسط يعني إنهم بيوافقوا على كامب ديفيد وكده، لكن تكملة أنت المهندس الأساسي لكامب ديفيد. لا، رئيس السادات. رئيس السادات. ولكن كنت الرجل الثاني. لا الرجل الثاني. لا 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 بدي اقول لحضرتك حاجه. الوضع النهارده ان نتنياهو بالتركيبه اللي هو وضع نفسه فيها، اللي هو اللي يقود اقليه في مجلس الوزراء، اذا حتى قرار مجلس الوزراء مش قادر ياخده، ان هو يقول انا هعمل استفتاء وبعد كده يرجع في الاستفتاء، ان هو يقول انا لازم اشوف الراي العام الاسرائيلي هيوافق ولا لا ويرجع في كلامه. هو في حاله ما هوش عارف ايه بالظبط الخطوات اللي تتاخد بعد كده. أي. لو انا دخلت وقلت له نلغي اوسلو هيوافق، لان هو طالب بكده. هو قال أوسلو ما عايز أتحلل منه، ورجع قال لا أوسلو أنا موافق عليه بس بتفسيراتي. اللي هيحصل إنه هو هيوافق على إلغاء أوسلو، ولكن مش هيوافق على إنه ياخد كام ديفيد كمسلحه. والكلام ده طرح عليه وقال رأيه فيه. إذا الموضوع اللي أنا بقوله الأفضل للفلسطينيين انهم يتمسكوا بتنفيذ كل طرف لتعهداته. بس هناك البعض اعلن دفن اوسلو. لا، مش في مش في المصلحه. انا بقول المهم النهارده ياسر عرفات، وانما لعمل هذا من وجهه نظر لابد ان اقوي وضع المفاوض الاسرائيلي الفلسطيني. ازاي؟ لما بنيجي ونقول ان الفلسطينيين في القدس بيبيعوا منازلهم للاسرائيليين، اي زي ما حصل في الحاله الاخيره، مليونير اللي كان في فلوريدا وجه وباعوا، والفلسطينيين اللي باعوا ترتب لهم انهم يسافروا في نفس اليوم ويهاجروا الى بلد تاني. طيب ما نستفيد بالخبره اللي حصلت ونعمل صندوق او فند لشراء الأراضي يموله الأغنياء الفلسطينيين والعرب، واللي عايز يبيع أرضه من الفلسطينيين أو بيته يروح للفند ده هو ويبيع له. رئيس ياسر عرفات قال أن من يبيع أرضه أو بيته سيقوم بقتل السمسار الذي توسط في ذلك. أنا آسف أنه قال أو أن الفلسطينيين يقولوا هذا التعبير، لأن يوم مد النفس حق أن أقتل فرد
يثير علي الدول كلها يقولوا فين حقوق الإنسان؟ هل عنده في القانون مادة تسمح له بقتل واحد إذا عمل العمل ده؟ بيعتبرها خيانة وطنية. عنده في القانون تعريف الخيانة الوطنية. بيتخلى عن أرضه. عنده قانون يسنده. قانون لا يسنده في حاجة زي دي. ياسر عرفات كرئيس دولة. يسنده إذا كان خائن. النهاردة لابد أن رئيس الدولة ده يحط قدامه الرأي العام العالمي. اللي بيحكم على أعماله. إذن هنا أنا بقول أفضل بدل ما أنه يتقال يقتلوا السمسار، لأن ده مش هيمنع بيع الأراضي. بيع الأراضي. أنه يتوجد تنظيم مثل هذا أفتكر ده يبقى أفضل. النقطة الثانية أن أنا لا أتصور أن موقف ياسر عرفات يبقى قوي في المفاوضات لما المجلس الفلسطيني المنتخب ايوه يوجه له استجواب ويقولوا له عندك 18 وزير ويصفوهم بالانحراف ويطلبوا انهم يتشالوا من كام وزير؟ يعني اغلبيه الوزاره تبقى منحرفه ويطلب علنا ورسميا ويحصل تعليق عليها في كافه الصحف ان الوزراء دول منحرفين. هنا ممارسة للعملية الديمقراطية أيضا. احنا بنقول ان احنا في مصر لما تحولنا الى عملية السلام حبينا نثبت للدولة العظمى امريكا ان احنا عندنا ديمقراطية ودولة فيها لا السياسة غير الانحراف وغير الاتهامات مواجهة الناس. لا حضرتك لما تقدم اتهام يمس الذمة لابد ان ده يبقى فيه دليل عليه. ولما اجي بقى للتوقيت ودي نقطه مهمه جدا بالنسبه لاي سياسي توقيت مهم جدا. لما اجي للتوقيت واقول هل الاسلوب اللي انا اعلن به هذا الكلام هيؤدي الى ايه؟ ما هي التداعيات التي تتصور بالضبط ان التداعيات كالاتي: اولا اضعاف المفاوض الاسرائيلي اضعاف المفاوض الفلسطيني النقطة الثانية إضعاف الوزراء دول وموقفهم بالنسبة للقضية الفلسطينية. الدول المانحة. مانحة للمساعدات. للمساعدات. كرد فعلها إيه؟ كرد فعلها بتقول والله إحنا مش هندي الفلوس إلا للجهات المستفيدة منها. وهل يصح إن الدول الأجنبية تيجي تتعامل مع هذه الجهات مباشرة على رأس الإدارة اللي موجودة؟ ولا لأ؟ أمور لابد أني أبحثها. أنا بقول نتيجة لكل هذا كان ممكن الانتظار، كان ممكن مفتحة ياسر عرفات، كان ممكن الاتفاق على الأوضاع بحيث أن ما تاخدش هذا الوقت. النقطة اللي بعد كده نتنياهو بيحط الفلسطينيين في ضغط كبير. إزاي؟ بيقفل الضفة الغربية وقطاع غزة. يعني يقفل بيسمحش بالعمالة 120 ل 140 ألف عامل إنهم يروحوا لإسرائيل بيشتغلوا وبيرجعوا. بيندفع لهم 7 مليون دولار يوميا طبقا لتصريحات سيد ياسر عرفات. دخلهم يشكل ثلث الدخل القومي للضفة الغربية بتاع غزة. لما إسرائيل بتقفل مش بس الدخل ده بيروح عليهم، في أزمة مالية بتحصل، في بطالة كبيرة بتحصل، في ضغط بيحصل على ياسر عرفات. طيب لما أقول كيف يمكن مواجهة هذا، ممكن مواجهته بأن الدول العربية تعمل صندوق يساهم فيه الفلسطينيين أيضا اللي مهاجرين اللي بعضهم مليونيرات كما قال سيد ياسر عرفات نفسه، قال احنا عندنا ناس زي روتشيلد وربنا يزود، ولكن أقول زي روتشيلد يدفعوا ويتبرعوا ويعملوا صندوق كفالة اجتماعية لهؤلاء الناس. لأن عنده بطالة، عنده ناس ما بتشتغلش، عنده نقص في الدخل. يواجه ده ازاي؟ مش انه يترجى بقى نتنياهو اللي عايز يوقف ضده وقفة جامدة. لا، يبقى اذا في صندوق للرعاية الاجتماعية لابد انه يوجد. أنت ترى أن المسؤولية الفلسطينية خارج فلسطين أكبر منها كمان داخل الضفة الغربية على عاتق الأغنياء وأثرياء الفلسطينيين والعرب. والعرب كلنا نساهم. أنا ما بقولش لا، أي كلنا كأفراد كدول نساعد، لأن المساعدة دي بتقوي المفاوض الإسرائيلي الفلسطيني. يعني حتى
حضرتك بتقصد ايه بصندوق الارض؟ بدي اقول لك حاجه. لما حصل اغلاق للضفه الغربيه والواحد ما بيحبش يجيب الكلام ده باستمرار. من الدوله اللي تبرعت؟ مش كان الرئيس مبارك هو اللي اداهم 10 مليون دولار من مصر اللي محتاجه لكل دولار؟ وانا بقولها بدون خجل لان ده الوضع اللي احنا بقينا فيه. طيب اذا كانت مصر دفعت 10 مليون دولار في هذا الوضع دفعتهم ليه؟ مش الكلام اللي الواحد بيقوله. انتوا خليكوا عندكم الفلوس اقوياء تواجهوا الضغط ده. وبعدين لما اشوف المنتجات الزراعيه والصناعيه وفي ارتباط بين اقتصاديات الضفه واسرائيل والفلسطينيين مش مسؤولين عنه، اسرائيليين اوجدوه، يبقى هنا انا كنت اتصور ان اهم حاجه الفلسطينيين يبقى عندهم حق تصدير منتجاتهم وان اسرائيل ما توقفش هذا التصدير لاي سبب من الاسباب. لان لما اجي الحدود اللي بين الضفه الغربيه والارض، اي حتى اذا كان المنتجات الزراعيه دي الاردن منتجه لها، ممكن عن طريق الاردن تيجي مصر. ومصر ما احنا بنستورد منتجات زراعيه من كل العالم، والانتاج بتاع الضفه مش هيأثر عندنا قوي يعني ونرفضه. او حتى المنتجات الصناعيه بتاعتهم الواحد شاف. يبقى هنا في حلول تقوي الجانب الفلسطيني، حلول اقتصاديه. كيف تصف التناول الاقتصادي لياسر عرفات او سياسه ياسر عرفات الاقتصاديه؟ شوف التناول الاقتصادي عمليه معقده جدا في الوقت الحاضر، لان كلنا بنتمنى للكيان الفلسطيني انه ينجح ويمشي وكل الكلام، ولكن بجانب التنميه الاقتصاديه عنده مشكله في البنوك، عنده مشكله في العمله، انا عمله هتستعمل اذا كان الشيكل او الدينار الاردني، كل واحد فيهم خاضع للبنك المركزي بتاعه. اذا السياسه بتاعه الشيكل والدينار مش في ايد الهيئه الفلسطينيه، والانشقاق داخل السلطه الفلسطينيه طبعا. وموجود بعد كده في نقطه مهمه جدا اللي هي لو حصل خلاف بين مستثمر والاداره اللي مشرفه على عمليات الاستثمار، يروح فين؟ يتقاضى قدام مين؟ يحل خلافه ازاي؟ الانفراستراكشر اللي موجود هل هو يساعد ولا ما يساعدش؟ كهرباء، الميه، مواصلات، النقل، كل الكلام دي كلها مشكلات كبيره جدا. الفلسطينيين لوحدهم هيبقوا محتاجين لمعونه، وهنا انا بقول لابد ان احنا نعاون ولابد كلنا نقف وياه. بس بتضع على راس القائمه الفلسطينيين انفسهم. ضروري ضروري. هل اذا استمر تعنت رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، هل ستعود المنطقه الى مرحله او يجد الفلسطينيون امامهم طريق مسدود فيتجهوا الى الكفاح المسلح مره اخرى؟ شوفي بدي اقول لحضرتك حاجه، الافضل باستمرار ان لا يلوح على وجه الاطلاق بان البديل هيكون كذا او كذا، لان ده على طول بيلقطوه الطرف المعادي للسلام. ايوه. ويقول لك دول لو كانوا حقيقي بتوع سلام ما يلوحوش بهذا الكلام. ولكن نستخدم العبارات اللي الدبلوماسيه المصريه هنا بتقولها. ان البديل هيبقى سيء جدا. ايوه. وما نعرفوش يعني، ما هو سيء متوقف على درجه سوء وهيواجهه ازاي. ايوه. اذا انا مش في وضع، واتكلم برضو بصراحه. اتفضل. ان اقول ان والله الفلسطينيين دول لو ما نجحوش في الجهد بتاعهم البديل هيبقى حماس. وانا بتكلم برضو بالصراحه. ايوه. وان حماس معناتها هتبقى في تفجيرات، ممكن يبقى في الاطفال الحجاره مره تانية، ممكن ان مصالح الاسرائيليين في البلاد الكبيره والامريكان ومن ينضم اليهم تبقى مهدده. انا بقول لا. احنا لابد ان احنا اولا نبان ونؤكد
وخاصة بعد يونيو 96 وقمة الدول العربية ان استراتيجية العرب والفلسطينيين السلام. لما الطرف اللي لازم احنا نتوجه له بالكلام هم اللي في ايدهم واللي احنا بنقول الامريكان الروس الاوروبيين اللي كسب. كيف تقصر اجهزة الدعاية عن انها تنشر وجهات نظرها للرأي العام الامريكي، للرأي العام الاوروبي، للرأي العام الروسي، للرأي العام في كل هذه البلاد. انا كنت اقول لك والله اذا كان الصحف مش راضية تنشر زي الهيرا تريبيون انا بشوفه، التايمز، الفنانشال، كل المجلات، اذا كان في سيطرة من الجانب اليهودي بيقولوا يبقى العرب يشتروا صفحة في الجريدة. مش هنخسر، يشتروا الجريدة بحالها. بلاش يشتروا جريدة بحالها، يحط الاعلام بتاعه مبروس وفي اعلاه زي ما بيعملوا ان ده موضوع تسجيل، موضوع كذا، يشتري وينقلوا وجهة نظرهم للجهات. اما ان انا افضل اعمل انقل وجهة نظر بين دول العربية والمتحدثين بالعربية واقول دول صفاتهم ونعاتهم ده كذا وانا بقنع، ولا اصل لرأي العام العالمي. طب العالم كله مقتنع بالكلام وكل يعني مش محتاج لعمليات اقناع ابدا. والنهارده مؤمن بعمليه سلام. مين العقبه؟ نتنياهو. ايوه بيتجاوز وبيقولوا اسرائيل حقيقي. ولكن في النهايه هم عارفين نتنياهو وعايزين ان هذا الوضع يتصلح. طيب هناخد ايه بعد كده؟ ايه الراي العام اللي يستطيع ان يقف وياي ويأيدني؟ يعني في مصر الرئيس بيحاول مع فرنسا، بيحاول مع كذا، ولكن على طول الفرنسيين بيعلنوا بيقولوا احنا مش دورنا بديل للامريكا. احنا دورنا مكمل. احنا دورنا مساعد. لانهم بيدوروا على مصلحتهم. في نفس الاوضاع. اذا لابد ان احنا نعرف الحدود اللي نقدر نمشي لها. ونعرف الوسائل اللي نأثر بيها. والوسائل الاعلام مهم جدا في الظروف دي. دكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء أسبق، كلفك الرئيس الراحل أنور السادات بتشكيل الوزارة مرتين، مرة في 4 أكتوبر 78 ومرة في 19 يونيو 79. أحيطت رئاستك للوزارة في المرتين بعدد كبير من الألغاز والطلاسم وعلامات الاستفهام الحائرة، وهذه فرصة لنا لفك هذه الطلاسم. السؤال الأول، كشف الدكتور بطرس غالي في كتابه طريق مصر إلى القدس أنك أفضيت إليه بسر هام وقلت له أنك تركت رئاسة الحكومة عام 1980 بسبب مجموعة متنوعة من الدسائس. الدسائس؟ أيوة. وبسببها طلب منك السادات الاستقالة. ما هي هذه الدسائس والمؤامرات التي أطاحت بك من رئاسة الحكومة؟ أنا أقول لك حاجة. اللي حصل بالضبط إن رئيس السادات لما رجع من كامب ديفيد، والكلام ده كان في أوائل أكتوبر 78، إن طلبني الرئيس السادات نقابله في القناطر، ورحت قابلته في القناطر، وده كان بعد يوم واحد من وصوله القاهرة. وبعدين بادرني هو، واحنا لما كان يحب يقول حاجة مهمة خوفا من عمليات تصنت عليه، كان بينزل الجنينة بيمشي فيه. فبصيت لقيته بيقول لي فلان انا ما اقدرش امشي او لوحدي على طول. قلت له انت واقف لوحدك ليه يا سيادة الرئيس؟ كلنا بنأيدك. احنا واقفين وياك. قال لا انا بطلب انك تشكل وزارة. انا في الحقيقة دهشت، لان
أنا كنت عارف إن هو كان له اتجاه تاني قبل ما يروح كام ديفيد في تشكيل الوزارة. الوزارة إيه كان الاتجاه التاني؟ طيب فقلت له سيادة الرئيس سيادتك طبعا عارف إن إحنا بنعرف بيحصل إيه في اتجاه تشكيل الوزارة. قال لي لا لكش دعوة بالكلام ده دي بما يقال وأنا بطلب كذا. قلت له حاضر بس أنا برجو حاجتين إيه هم؟ قلت له إن أنا مهمتي تستمر لغاية نهاية المفاوضات بعد ما أخلص المفاوضات أخرج من الوزارة. هو حتى اندهش ليه؟ قال لي أيوه قلت له المفاوضات مش هتبقى سهلة مفاوضات الدول العربية ربما تاخد مننا جانب أو موقف هيبقى الأمر يستدعي تغيير الوجوه في مصر علشان ندخل بحاجة تانية بعد إجراء عملية السلام. قلت له الحاجة التانية أسلوب العمل لأن أسلوب العمل مهم جدا. قلت له أنا أعرف الدستور كويس جدا وأعرف سلطات السيد رئيس الجمهورية كويس جدا وأحترم هذه السلطات وأنا ملتزم بيها لأن لو ما كنتش قابل إن أعمل طبقا للدستور ما روحش وخلاص هو اللي بيحدد. قلت له أنا أرجو بس إن ما ورد يطبق في سلطات لرئيس الوزراء إيه؟ سلطات لرئيس الجمهورية أحترمها طبقها. اتفقنا على هذا. اللي حصل بعد كده إن في عمليات المفاوضات والكلام والآراء اللي بتطلع إن الرئيس سادات في بعض الأحيان كان بيبقى له وجهات نظر مختلفة عن وجهات نظر وعشان كده كان قبل ما أذهب في أي جولة كنت بجلس مع الرئيس سادات وكنت بيحضر سيادة النائب حسني مبارك في ذلك الوقت أطرح الرؤية اللي موجودة احتمالات إيه اقتراح حدود الدنيا والعليا للمطالب بتاعتنا نتناقش يحصل اتفاق بروح مفوض تفويض كامل اني اخد القرار ودي طبعا كانت حاجة سهلت عملية المفاوض قوي في مركزه وكل الكلام ده. لكن في بعض الموضوعات اللي بتيجي بقى بيبقى لها اهمية خاصة ربما هنا الرؤية بتبقى مختلفة وانا بعتقد دايما ان رئيس الجمهورية رؤيته اشمل واوسع من رؤية رئيس الوزارة او الوزراء بالتسلسل ده لان في اجهزة كتير بياناتها بتصب عند رئيس الجمهورية ولا تصب عند رئيس الوزارة او الوزراء اذا هو بحكم الواقع على دراية اكبر بالاوضاع اللي موجودة ومن حقه انه يقول وجهة نظره ولكن من حقنا ايضا انه يسمع وجهة نظرنا. هل نستطيع ان نقول ان هذا هو تفسيرك لما كتبه الكاتب محمد حسنين هيكل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل في كتابه المفاوضات السرية بين العرب واسرائيل حين قال ان الرئيس السادات منحك تفويضا خاصا لادارة المباحثات مع اسرائيل ثم سحب هذا التفويض بعد وقت قصير وارجع ذلك الاستاذ هيكل ارجع ذلك الى شخصية السادات التي لا تترك هذه القضية لغيره. لا ما سحبش ابدا يعني انا الكلام بتاع الاستاذ هيكل هو صديق عزيز وانا اعتز بكلامه وآراءه ما حصلش انه اطلاقا ابدا لكن كان في خلاف في بعض المواقف مش خلاف الموضوعات بتبقى
جامدة وموضوعات ما تحتملش. وموضوعات الرؤية فيها بتختلف. ما نقدرش نقول زي ايه؟ مثلا على سبيل المثال. على سبيل المثال. ايوه. يعني الرئيس السادات جمعنا في أسوان كالمكتب السياسي وكلهم ربنا يديهم العمر عايشين. أيوة. تقدري ترجع لأي واحد كلام اللي هقوله إذا كان حصل ولا ما حصلش. اللي حصل إن في هذا الاجتماع الرئيس السادات قال إنه شاف عايزر ويزمان وقال إن عايزر ويزمان قال له إنك هتجد بيجن راجل مختلف كل الاختلاف عن الماضي. قال له فاين بيجن كومبليتلي ديفرنت مان. انا قلت له والله يا سياده الرئيس احنا نتمنى ان بيجن يختلف كل الاختلاف. ولكن احنا كنا بنبقى عارفين ان لما بيجي عايزر ويزمان لاي حاجه لعلاقته الطيبه مع الرئيس السادات هم كانوا يبعتوه يمهد الحاجات اللي هم بيبقوا عايزينها. ايوه. فطبعا دي بتدي على طول ضوء احمر لنا. يا ترى قال له ايه؟ يا ترى ايه اللي ناوي عليه؟ كل الكلام. فلما حصل في الاجتماع من ضمن الموضوعات اللي كان فيها خلاف الراي رئيس السادات فكر في انشاء جامعه شعوب العربيه. ايوه. وبعدين ابتدى بان يلغي جامعه الدول العربيه. ايوه. وننشئ جامعه الشعوب العربيه. كان من ضمن فانا وجهت نظري وابتديت وموسى صبري جاب الحكايه دي في كتاب. ايوه. فقلت له سيادة الرئيس احنا باستمرار سيادتك بتستمع لآرائنا وان الواجب علينا ان احنا نصدقك القول وواجب علي اني اقول رأيي ولكن في نفس الوقت سيادتك لك الحق تقول رأيك وانا اذا كنت اقتنع بي وضميري مستريح لي انا بنسى رايي واقلب الصفحه. أيوة. واتبنى راي سيادتك وادافع عنه وانفذه. لكن فبالنسبه لجامعه الدول العربيه احنا اولا بنعتبر ان اجتماع بغداد غير قانوني. الاجتماع القانوني بيبقى بدعوه من الامين العام. الاجتماع ده ما تمش بدعوه. انه اخراج مصر من جامعة الدول العربية قرار خاطئ ما بنعترفش بيه. نقل جامعة الدول العربية لتونس ايضا مصر ما بتعترفش بيه واحنا بنقول احنا عندنا مركز الجامعة العربية. لما حصل نقل انا منحت الاوراق بتاعة الجامعة العربية انها تتنقل. وفي نفس الوقت خيرت الموظفين اللي عايز يروح تونس يروح. ولكن بعد كده مش هيرجع الجامعة العربية. ده كان الكلام. وإنما الموضوع الأهم إحنا إزاي ننشئ جامعة الشعوب العربية. مين اللي هنتصل بيه كممثلين؟ هنتصل بالشعوب إزاي؟ للشعوب العربية. هو طبعا الاتصال معروف لأن لما بتيجي حتى في المواضيع السياسية بتجدي ان علماء السياسة بيقسموا الوضع الى المجتمع المدني. أيوة. والمجتمع الرسمي. أيوة. المجتمع المدني اللي بيعبر عن التنظيمات الشعبية اللي موجودة الهيئات اللي موجودة زي النقابات زي الجمعيات. وكان السادات عايز يبقى الاتصال مباشر مع المجتمع المدني. ما هو لا. من نقطة أنا التساؤل بتاعي. أيوة. سيادة الرئيس دول عربية النهاردة. لما نقول اتصال على مستوى الشعوب. أيوة. هيعني على طول إن أنا هتصل بالمجموعات دي.
هل الحكومات اللي أنا بشتغل فوق راسها وببعت دعوة للنقابة دي أو الجمعية دي أو المؤسسة دي أو كذا هتوافق على الكلام ده؟ لن تترك الحبل على غيرك. هل هيسمحوا لنا؟ هل أنا هتدخل في شؤون الدول التانية؟ إيه مدى النجاح بتاعها؟ طيب ده يخليني أقول ما نسيب جامعة الدول العربية زي ما هي لأن مسيرها ترجع وننشئ جامعة الشعوب العربية زي سيادتك ما أنت عايز ونتصل بهم كل الكلام. وافق. ألم تكن هذه من أسباب استقالتك؟ لا لا الخلاف حول هذه النقطة؟ لا لا ما كانتش. اللي حصل بعد كده ان احنا هنيجي لاسباب الاستقاله بقى. ما كانش في اسباب استقاله. انا كنت قلت للرئيس وماذا عن تصدير البترول لاسرائيل؟ ابدا. انا سياسه البترول زي حضرتك ما انت عارفه كانت سنه 73 وكان دراسه انا قدمتها للمركز الدراسات الاستراتيجيه باتفاقي مع استاذ هيكل. اللي حصل ان انا كنت بدرس ايه ازمه الطاقه العالميه. ايوه الواحد متوقع حاجه زي دي. طب لو حصلت حرب يحصل ايه؟ ولك كتاب في هذا الشان بالظبط. ايوه اللي حصل ان مسودات هذه الدراسه قدمت لاستاذ هيكل. ايوه قدمتها يوم 4 اكتوبر. ايوه والحرب قامت 6 اكتوبر. ايوه فالمسودات كانت عنده. ايوه متراجع مكتوب على التايب رايتر كله. لما قامت الحرب ففتح موضوع البترول. فهيكل هو اللي قال للسادات ان فلان عمل الدراسه والدراسه موجوده عندي. فالرئيس السادات قال طيب ابعتوها لسيد مرحي. فهيكل بعتها لسيد مرحي. سيد مرحي كلمني قال يا كنا اصدقاء. قال فلان انت بعت قلت له ما بعتلكش الدراسه الرئيس قال كذا وكلمني وراحت لك الدراسه. ايوه التايب رايتر في 900 صفحه. ايوه قال لي انت يعني فاكرني اقرا 900 صفحه ايوه واقول لك رايي فيهم ايه؟ قلت له انا ماليش دخل بالعمليه. ايوه دي تعليمات الرئيس. الرئيس قال ابعتوها لسيد مرعي. هيكل بعتها لك انا دخل ايه في الموضوع؟ انا ماليش دخل. قال طيب ايه اللي نعمله؟ قلت له ما اعرفش انت عايز ايه. قال تقدر تفوت عليا. قلت له ليه؟ قال بس نتكلم في الموضوع. قلت له قوي افوت عليه. نزلت قلت له ايوه الحرب كانت اعلنت الظهر حوالي 2:30 كده. وسيد مرعي كلمني بعديها بساعتين ثلاثه. ايوه ورحت له الساعه 6 ايه الموضوع؟ شرحته له. هو كان وقتها امين عام الاتحاد الاشتراكي. ايوه فابي لما شرحته له قال طب وبعدين انا هروح اشرح الكلام ده 900 صفحه تقدر تعمل لي ملخص؟ قلت له اعمل لك ملخص. ايوه قلت له طيب انا هجي لك انت بكره في الاتحاد الاشتراكي؟ ايوه قلت له انا بملي مش بكتب فانا هخلي المدام همليها واجي لك الصبح بدري عشان تتكتب على التايب رايتر. فوالله مليتها 16 صفحه اللي اتكتبوا بعد كده ورحت انا كنت حاضر الاجتماع عندي. شيء رائع المدام هي اللي بتكتب لك انا اتكلم انا ما وهي تكتب وهي بتكتب ما شاء الله. وما بقدرش اكتب في نفس الوقت. احب اتكلم بعدين وعاده بيجي حد بتاع شورت هاند يكتب بعدين يفرغ ويجي لي في الهواء. الواقعه دي بالذات المدام هي اللي كتبت 16 صفحه. ورحنا حطيناه على التايب رايتر وبعدين عملوا اجتماع عند الدكتور فوزي. وحضرته انا وسيد مرعي وهيكل والدكتور فوزي وطلبنا السفير اللي ماسك الشؤون الاقتصاديه يعني. قريت الملخص وما بقولهاش يعني لم تغير كلمه فيه. وانما الملخص ايه؟ ملخص العملية كلها ان الكلام كله كان هندمر الانابيب هنمنع البترول هنعاقب مش عارف ايه كل الكلام. الواقع اللي موجود غير كده كومبليتلي يعني. الواقع اللي موجود
ان حصل حظر للبترول سنة 67. ايوه. وبعدين الدول العربية ما احترمتش هذا الحظر. وكل دولة كان بتصدر او معظمهم بيصدر البترول بتاعه بطرق مختلفة. اذا بروبلم اللي موجودة، مشكلة اللي موجودة. بعض الدول ما نقدرش نقول عليهم كلهم، بعضهم. انك بتجدي ان الدول المصدرة للبترول اعتمادهم في ذلك الوقت ميزانياتهم يمكن 95% على صادرات البترول. اذا مش معقول انك تيجي لدولة كل دخلها وميزانيتها وتقول لها منع البترول، دي اول حاجة. تاني حاجة ان لما افرض على دولة سياسة افرضها بطريقة تفيدها في نفس الوقت وما تضرهاش. الخبراء الامريكان كلهم في ذلك الوقت من الدراسة قالوا ان بترول بحر الشمال يبقى اقتصادي لو يبقى سعر البترول 10 دولار، لان تكلفة انتاجه 8 دولار للبرميل. الدول العربية تكلفة انتاج البرميل وقتها كانت 15 سنت. وكان فرق كبير، فرق رهيب. وكان المقترح الخلاف اللي كان قائم بين الدول العربية والشركات البترول انهم يرفعوا سعر البرميل 15 سنت كل حكاية. من 330 3 دولار و30 سنت الى 3 دولار و45 سنت طبقا لاتفاقية طهران اللي كانت تنتهي سنة 75. فالرأي اللي قلت، طيب احنا ما نروح بحاجة معقولة للدول العربية اللي هي ايه؟ انا لما هروح اعادي الغرب واليابان وامريكا وانا بحارب اسرائيل، طب بعد الحرب هعمل ايه؟ وانا هقعد ولازم اتكلم اعادي العالم كله وسببه ايه؟ وبعدين لما بعادي العالم ده كله اللي بهدد اقتصادياتهم وصناعتهم وبشهر سلاح في وجههم، هم لازم يقبلوا الصفة على وجههم ويدوروا لي وشهم التاني اضربهم عليه. طب مش هيتدخلوا؟ مش هيفرضوا سلاح عليا؟ لكن رأيك ولا هياخدوا العملية كده ببساطة؟ زعل السادات من هذا الرأي؟ لا ما زعلش ابدا. ده الوضع. قلت لهم اذا احنا ما نتكلمش في المقاطعة. ايوه. النقطة اللي بعد كده، طب انا لو قطعت، لو الدول العربية دي احترمت، ولازم تعرفوا بقى ان في مخزون استراتيجي لدى الدول الاوروبية، في مخزون استراتيجي عند الولايات، كل ده في الدراسة. ايوه. المخزون الاستراتيجي يسمح بان اي دولة يمنع عنها البترول يدلها من المخزون الاستراتيجي. المخزون الاستراتيجي ده لمدة 3 اشهر. اذا احنا قدامنا 3 اشهر اللي يبان مين اللي هيقدر يصمد اكتر. دول عربية بقى مجتمعة تقدر تقعد بدون دخل. بدون دخل. مع طبعا لما هتفرضي المقاطعة هيجملوا لك الارصدة بتاعتك. ويوضعوا شروط ضد، وبعدين احنا نتحمل كل ده زي بعضه، ما يكرهش حاجة. والكلام سهل قوي الواحد يبيعه، لكن لما تيجي في الواقع بقى لا، ده حاجة تانية. اذا هنا طيب نعمل ايه؟ قلت والله احنا بنعمل ان نرفع سعر البرميل لعشرة دولار. وهم اللي طالبينه الامريكان. عايزين دول الشمال بهذا السعر. يبقى انا افدت دول الشمال. افدت امريكا نفسها. لان الستريبر ويلز الابار بتاعتهم ما بتنتجش كميات كبيرة. وتكلفة الانتاج عالية. فلما اوصلوا لعشرة كل شركات بترول هتبقى معاي. في نفس الوقت يا دول عربية امين بترول، اشتري المنتجات الشركات البترولية بتاعتك. مش تصدريها. اشتريها. وخلي الشركات اللي هي بتسوق تسوق زي ما هي. ليه؟ لان ارباح الحقيقية في التسويق. مش في بيع البترول. وبعدين في تكريره وبيع المنتجات. اذا اللي بعد كده اقول اقتصادية. معنى اقتصادية ايه؟ ان انا ليا الحق اجي اقول ان امريكا محددة انتاجية كل بير منذ عام 39. اذا انا لما بقول ان انتاج البترول من الابار بالطريقة دي مضر بيا اقتصاديا، اخفض الانتاج. لكن انا مش بخفضه لان عايز احاربهم. انا بخفضه لظروف اقتصادية.
مقبولة قبل السادات كل هذه الاقتراحات؟ آه كل لم تحدث أي نقطة خلاف حول هذا؟ أبدا. لم تحدث أي نقطة خلاف حول هذا؟ أبدا أي. صليتش ولا مع الخضري إن بقول استراتيجية إن لو كنت مرتبط مع دولة تانية باتفاقيات لتمويني بالمنتجات الاستراتيجية إذا الدولة دي قطعت عني أنا قطع عنها البترول وده اللي حصل بعد كده واللي طبق قتل البترول عني ده كانت الأفكار الرئيسية اللي دخلنا بيها وده كان اللي قلته للملك فيصل وكان من أعظم الشخصيات العربية في حقيقة الأمر ولما شرحت الكلام ده له احنا كنا في رمضان قال تقابلوني بعد الفطار احنا مشينا من عنده تقريبا توقيت هناك كان الساعة 4 بعد الظهر فطرنا ورحنا قابلنا الساعة 10 هو جمع مجلس الوزراء كان موجود الأمير سلمان والأمير سلطان كان كنت أعرفهم قالوا الموضوع عرض والموضوع وافق عليه مجلس الوزراء وقابلنا الملك فيصل بعد كده وشخصية ممتازة وبدأ هو قال احنا وافقنا ما هي الخطوات العملية على طول خطوات العملية كذا 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 على طول قال هتروحين فين بعد كده قلنا له البرنامج قال ستجدوا الجو ممهد لكم فعل حصلت مناقشات كل على طول لأن المملكة العربية السعودية وأنا بقول لها بضمير خالص هي الدولة التي يجب أن تحرص مصر على وجود حسن العلاقات معها باستمرار ده اللوكوموتيف أو القاطرة اللي تقدر تدفع الدول العربية جميعا للأمام مصر السعودية السعودية مهمة جدا وبقولها بدل المية 100 مرة نعود كنا بنتكلم عن التفويض وقلت ان السادات لم يسحب التفويض ابدا ذكر اعداء الوفد المصري في المفاوضات ومنهم بطرس غيل انك شعرت بالمهانه حين رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي مناحم بيجن التفاوض المباشر معك او مع من هو اقل من السادات يعني هو قال السادات ولم يقبلك ندا له على الرغم انك كنت رئيسا للوزراء مثله قال بطرس غالي أنك شعرت بالألم لذلك ولتعالي بيجن ولم تغفر ذلك له أبدا اللي حصل في الحادثة دي أي. إن إحنا رحنا في اللي سمي بعد كده كام ديفيد 2 أي. وكنت أنا موجود وكان اللي بيتفاوض عن الجانب الإسرائيلي أو رئيس الوفد موشي ديان وكان سايروس بعد وكان حاضر مع الوفد الإسرائيلي أحد أعضائه وأنا عارف أنه كان متشدد جدا فلما ابتدينا نتكلم على الطريقة اللي هنقعد نتكلم بيها أنا عشان ما خليش الشخص ده يحضر قلت إحنا نقعد كرؤساء وفود الأول أي. بطرس ما حضرش هو اللي حصل ان اللي جاي بعد كده رواه بطرس وهقول بطرس ما اشتركش في المحادثات دي قعدنا ثلاث ساعات كنت انا موشي ديان وسايروس فانس ولقيت موشي ديان وانا حصل بعد كده تجاوب كبير يعني طول الفتره مع موشي ديان لقيت موشي ديان بص لي وقال لي فلان بالانجليزي I feel incompetent to continue the negotiations with you أشعر بعدم الكفاءة إن أو عدم القدرة القدرة على إني أستمر في المفاوضات معك فأنا بصيت له قلت له مشي مش أنا اللي تقول لي هذا الكلام أنا لا دخل لي على وجه الإطلاق لانه بيقول لازم اسرائيل تبعت حد تاني قلت له مش هدف
وانا ماليش دخل ولا راي في تكوين الوفد الاسرائيلي. اللي انتوا بتتفقوا عليه بيجي رئيس وفد انا بقعد بقعد وياه. الموضوع كان كده انتهينا. بصيت لقيت تاني يوم اسمع في الراديو ان بيجن بيوجه الكلام ليه. بيقول لي لوك دكتور كليل انا مش هاجي اتفاوض وياك لان انا رئيس وزراء منتخب وانت رئيس وزراء معين. ده اللي حصل. انا فورا رحت طالب الوفد المصري انه يجي الوفد الاسرائيلي والوفد الامريكاني. تمام. قلت لهم حصل كذا كذا سمعتوه؟ قالوا اسمعناها. فمشي ديان قلت له مشي انا طلبت منك انك تطلب من مناحم بيجن انه يجي يتفاوض وياي؟ قال لا. قلت له امال بيقول الكلام ده ازاي؟ قال انا مش عارف. قلت له طيب ساي روزفلت كنا بنقول له ساي. انا بليز كونفي بقى المسج دي لمستر بيجن رد على الكلام اللي هو بيقوله لانه وجه لي الكلام. وصل الرساله لمستر بيجن. مش ده يعني واقف وقت الاسرائيل. قلت له اولا غير مقبول منك انك تقول هذا الكلام. نمره اتنين انت مالكش الحق في التدخل في نظامنا الدستوري. نمرة ثلاثة أنا رئيس وزراء بلد أهم من بلدك 100 مرة وأعرق من بلدك 1000 مرة قدامهم كلهم. نمرة أربعة مش أنت اللي بترفض أنك تيجي تتفاوض وياي، أنا اللي أرفض أنا اللي برفض أن أتفاوض وياك. قلت لهم بليز كونفي بقى المسج دي لهم رسم. بلغت الرسالة له. رجعنا مصر. جاء بيجن كنا في اسكندرية. كلمت الرئيس سادات. قلت الرئيس انا مش هقابل مش رايح المطار اقابل الراجل ده انا ما حصل بيني وبين لان لما رجعت حكيت للرئيس سادات اللي حصل. قال لك ايه؟ لا عملت كنت طيب. ملوش الحق انه يقول الكلام ده. كلمت رئيس سادات سيادة الرئيس انت عارف يعني حكاية طلوع المطار والبتاع ده عملية متعبة يعني على الفاضي فما فيش داعي ان انا اروح وانا مش هقابله وارجو ان سيادتك تعافيني من هذا. قالوا اهو كده. بعد كده لقيت رئيس سادات بيكلم كنا المغرب وانا كنت في اسكندرية. قال يا فلان كان ظريف جدا في كلام الرئيس سادات. يا فلان ده بيجن متأثر جدا وعارف انه غلط وعايز يصلح غلطته ويعزمك على العشاء في مصر. في مصر في محل إقامة بس هو خايف انه لو كلمك انك تعتذر وترفض العشاء بتاعه. قلت له يا سيادة الرئيس انا مفيش خلاف شخصي بيني وبين بيجن وبعدين طالما ان هو اعترف بخطأه وانا مش عايز اني امط في العملية ولا حاجة انا بكل سرور اذا وجه لي الدعوة هقبل. قال لي كده قلت له قال بصيت لقيت بيجن بيكلمني وكلام بقى مودة كبيرة قوي وانا مبسوط جدا سعيد ان هشوفك العشاء معك. رحت العشاء كنت انا وهو لوحدنا. اهم حاجة اللي حصل في الحديث كله اني بصيت لقيته بيقول لي تعرف ان انا اقرا الكتاب المقدس اولد تيستمنت بتاعته من الكفر تو من الـ كله في الاسبوع. كل اسبوع اقرا مره. قلت له كل اسبوع بتقرا مره؟ قال اه. قلت له بتقرا التلمود كمان؟ اصل هم عندهم تلمودين مش تلمود واحد. فانا بواجه له سؤال وعارف التلمود بقى كتاب كبير ضخم. قال لا وقت منين؟ التلمود ده كبير قوي. قلت له بتقرا بس الاولد تيستمنت؟ قال لا.
قلت له احنا عندنا ناس فعلا بيقروا القرآن من الجلدة للجلدة ولكن بيقروا في شهر ما بيقروهوش في أسبوع. قال لا لازم أقرأ كل أسبوع. لما دي بينت لي حاجة بقى طريقة تفكيره تقدريش تنزعي الكلام اللي مبني على الدين واللي مبني على العقيدة والحقوق التاريخية والحقوق التوراتية بسهولة. مشبع بيه التعنت اليهودي أو التعنت الصهيوني تفسيراته بالطريقة اللي هو بيقولها. كانت لك في التفاوض بعض القواعد والأسس الثابتة التي ابتكرتها لإدارة عملية التفاوض، منها إلزام الطرف الآخر بطريقة مهذبة في الحديث، وذلك بعد أن أتى شارون وزير الدفاع الإسرائيلي بحركة لا أخلاقية أمام الوفد المصري فأوقفت الجلسة وطلبت بالاعتذار. لا دي ما كانتش في الأول. أي دي في الآخر. أي يعني هقولك وأيضا ألزمت الأطراف بعدم الاستشهاد بالنصوص المقدسة والدينية في المفاوضات. أنا ما ابتدعتش حاجة دي موجودة يعني في كل يعني شوفي أنا بقول مناقشات بين الناس أراء اختلاف الأراء لابد أن احنا كلامنا يبقى مهذب بصوت واطي نتبادل الرأي ما فيش عداوات شخصية بتنتج من تبادل الأراء المختلفة. أول ما اجتمع فعلا أنا قلت هذا الكلام قلت لهم عشان نقدر ننجح في كلامنا اللي أنا بركوه كل كلامنا ومناقشتنا تم بهذا الأسلوب بالإضافة إلى أننا ما حدش يخرج ويقول أنا كان رأيي كذا وده كان رأيه كذا إحنا كل اجتماع نعمل محضر يقرأ الشخص اللي نوافق عليه هو ده اللي يتقري كرأي النتيجة اللي طلعنا بيها من الاجتماع بعد كده نسمح بأسئلة من الصحافة أو الإعلام ويبقى السؤال موجه للشخص المسؤول بشرط أن الإجابة مفيش داعي أن احنا نفضل نقول اختلفنا وما اختلفناش وكل الكلام إذا كنا هنتفاوض بقى على شاشات التلفزيون ده وضع تاني لكن بتتفاوضوا عشان نصل لنتيجة هيبقى صعب جدا تاخدي موقف النهاردة وبكرة تعدي ليه أو ترجعي عنه. ماذا فعلت بشارون حين أتى بتلك الحركة اللي حصل بعد كده بقى بكتير بعد ومشينا القواعد دي مستقرة ومحدش يقول أي حاجة لما كان يجي وضع مثلا هنتكلم في القانون الدولي يا دكتور بطرس هتتكلم في القانون الدولي هتقول إيه كذا كذا تدينا. كنا بنعمل بروفة المفاوضات يعني لو قلنا كذا طب الجانب الإسرائيلي ممكن يقول إيه طب نرد عليه إزاي بالطريقة دي نستعرض نفتح أذهاننا للمختلف الحاجات. في الحقيقة لما كنت أحب مثلا أصعد أخلي أسامة يصعد يعني أسامة ظريف جدا في الحاجات دي أسامة أرجوك ابقى النقطة دي كذا وبس لما أبص لك بقى نقف يعني هنا بقى ما إشارات يعني مش هنفضل بقى العملية تتاخد كده. المهم موضوع شارون اللي حصل ايه كان قرب آخر جلسة وكنا في إسرائيل وكان الموضوع خاص بالسيكيوريتي الإجراءات الأمن اللي تتخذ في الضفة الغربية وقت غزة فاللي حصل إن الجانب المصري أعد بيبر وأعدناها هناك وأعد أنا وبطرس وكان كمال حسن علي وعدت الورقة وقلنا تصوراتنا فيها ومين اللي يلقيها فقلت كمال حسن علي طبيعي راجل عسكري وزير الدفاع هو اللي يلقيها مين اللي جاوب على الأسئلة كمال حسن علي كان حد فينا يتكلم في غير نواحي العسكرية يبقى كذا فلما فعلا نزلنا
ده كمال حسن علي يقرا الورقه. فبصيت لقيت شارون عمل كده زي حضرتك ما قلت. ستوب على طول. قلت له ايه؟ ايوه ستوب. كان موجود سولانوفيتش من جانب الولايات المتحده. وبصيت لشارون قلت له لا، غير مسموح على وجه الاطلاق انك تعمل كده. تاني نقطة ان المفاوضات انا هرفعها ولا يمكن ان احنا هنرجع الا لو اعتذرت اعتذار رسمي لفلان. رحت قافل الجلسة. طلعت فجاء سولونوفيتش. قلت له سول، ايه رأيك في اللي حصل؟ قال لا، ما كانش يجب ابدا انه يعمل كده. واعتذر. لا، ده سولونوفيتش بيقول. طلعت. جاء الوفد الاسرائيلي فقال طيب شارون يعتذر، نجيب شارون، نجيب كمال حسن علي ويعتذر له هنا. قلت لا، المثل عندنا بيقول كذا، ما الاعتذار هيكون في اللجنه. اللي حصل في اللجنه قدام كل الاعضاء لابد الاعتذار يكون في اللجنه. موافق على كده شارون؟ مش موافق، مفيش مفاوضات. كنت السبب. بعد شويه قالوا موافق. نزلنا قعدنا. اعتذر له كمال حسن علي، كمل القراءة. نسبة كمال حسن علي كانت من المفاجآت الخطيرة في تشكيلك لأول وزارة، إقالة الجمسي. مش أنا. باختصار أنا لم أتدخل أبدا. وعادة رأي الرئيس نهائي في وزير الدفاع، في وزير الدفاع، وزير الداخلية على وجه الخصوص. والخارجية. لا، الخارجية. بطرس غالي كان متصور انه هيعين وزير للخارجية، وكان وزيرا للدولة، وذكر ذلك في كتابه وتحدث معك في هذا الشأن، ثم فوجئ بأنك أنت وزير الخارجية. وفسر ذلك بالتعنت التشدد الديني او شيء من هذا القبيل. هو هنا فيها خلط بين حاجتين. اي الخلط ان بطرس غالي فعلا كان هدفه وجزء كبير من كتابه، وانا قلت لك الكلام ده. اي لما تقريه تحسي ان كل شاغله الشاغل كان انه يبقى وزير خارجيه. ايوه ف اللي حصل. وانا عارف يعني طبعا انا اعرف بطرس كويس قوي. وتربطنا صداقه وكلها. اللي حصل ان في المفاوضات انا لما كنت رئيس المفاوضات ما كانش معقول ان انا كرئيس وزاره اروح واتفاوض مع الطرف المقابل ليا وزير خارجيه اسرائيل. ايوه. اذا لابد ان اللي يتفاوض معايا انا كوزير خارجيه ورئيس وزراء. يبقى لما بروح بصفتي وزير للخارجيه. انما وضع بطرس ما جاش هنا. ما كانش في الحته دي. ابدا. وضع بطرس كان في تشكيل اخر. وفي التشكيل الاخر هو جالي البيت. ايوه. اللي حصل كذا. وانا كنت بقى في وياه. ايوه. وبدافع عن الوضع. ولكن لما اتخذ القرار كان له اسباب غير شخصيه ولا تمس ببطرس غالي. على وجه الاطلاق. حسن التهامي. لغز اخر من الغاز مرحله رئيس السادات، حيث كان يكلفه بمهام حساسه جدا للغايه، بالرغم من انه مشهور بالميول والاساليب الصوفيه الغريبه والروحانيات القريبه الى الخرافه، لدرجه ان بطرس غالي وصفه بعراف السادات، واتهمه بافساد مهام سياسيه معينه خلال المفاوضات. ما هو لغز حسن التهامي؟ شوفي، انت قلت كلام حسن التهامي هو اللي يستطيع ان يرد عليه، ولكن
حسن التهامي تربطني به معرفة كبيرة جدا استطيع أقول إنها صداقة. وحسن التهامي من شخصيات أولا لما تقعدي وياه وتعرفيه كويس تجد إنه إنسان على جانب كبير جدا ثقافة والمرح وكل بعض الناس بيقولوا الكلام حضرتك قلتي ولكن الرواية اللي رواها دكتور بطرس حصل عن رفض السادات لا يعني الوصف ده ماليش دعوة بيه ده وصف بطرس الوقائع اللي ذكرها الدكتور بطرس حصل وانا سألت كان اخ حسن تهامي فيها اللي حصل ولكن ما اعتقدش ان في يوم من الايام حسن تهامي خد اي موقف اضر بالقضية المصرية أبدا. لا تتفق مع رأي بطرس غالي في هذا الشأن. أخيرا قال هيكل في كتابه عن المفاوضات السرية إن مصطفى خليل لم يكن سياسيا مجربا ولا كان دبلوماسيا محترفا وإنما كان من الفنيين الذين شدتهم ثورة يوليو إلى آفاق المسؤولية السياسية وزيرا للمواصلات ثم فترة تولى فيها وزارة الصناعة وقال أنك تعاملت مع المفاوضات بعقلية المهندس مهنتك الأساسية. ما ردك على هيكل وما هي العلاقة بين الهندسة والسكة الحديد والمواصلات والصناعة والعمل السياسي والدبلوماسي والتفاوضي؟ شوف هقول لحضرتك حاجة اللي بيشتغلوا في الحقل العام الخلفية بتاعتهم بتختلف اختلاف كامل بعضهم عن بعض فيهم المهندس فيهم أستاذ الجامعة فيهم اللي ما تعلمش فيهم اللي خد نص تعليم فيهم الدكتور فيهم المحاسب فيهم الرجل العسكري كل دول هما بيشكلوا الطبقة اللي بتحكم في أي بلد من البلاد خدي كده الناس مختلف الأحزاب بتجدي هذا الواقع الحاصل عندنا انك بتقولي طيب ايه الحاجة المشترك الاعظم اللي بينهم كلهم المشترك الاعظم هو الاهتمام بالقضايا العامة مش القضايا الخاصة مصالح الخاصة اللي بتشد الناس على مختلف المستويات ونظرتهم لبلدهم نظرتهم لمستقبلها بحيث انهم يقدروا يدوا لهذه البلد اللي هم بيتمنوا انهم يدوه الحكم على ان ده كان تركيبه سياسي او مش تركيبه سياسي الحكم على الكلام ده دي اراء فردية انا في الحقيقة بقول كل واحد له الحرية يقول رأيه بالطريقة اللي بتعجبه ولكن اللي بيثبت الوضع بتاع اي واحد الممارسة. أعمال اللي عملها قرارات اللي خدها الدور الذي قام به والدور اللي قام به فقط مش كلام أي واحد يقوله عن التاني في النهاية دكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء الأسبق لماذا لم يكتب مذكراتي حتى الآن؟ أنا هقول لك أنا في الحقيقة لقيت إن اللي بيكتب مذكراته بيعتقد ان هو كان محور الاحداث انا ما كنتش محور الاحداث ما بدعيش هذا عمري ما ادعيته كنت الرجل الثاني الذي نزل من الطائرة خلف السادات لا انا بدي اقول لك حاجة أي. شوفي الرئيس السادات يعود اليه الفضل الاول والاخير في مبادرة السلام في رؤيته السياسية للمستقبل اللي احنا وقفنا وراه وشدنا اسره وايدناه ودفعنا بيه وكل الكلام ده حصل مقدرش انكره ولكن اقول للامانه الكامله ان الرئيس السادات صاحب هذا الفضل هل ستكتب مذكراتك في يوم من الايام حول هذه الفتره الخطيره من تاريخ مصر شوفي الحمد لله انا بحمده الحمد لله ان
ضميري مستريح تماما إلى أن استطعت أن أؤدي لبلدي الشيء اللي كنت أتمنى أن أؤديه وأرفع المهانة اللي أنا حسيتها من الاحتلال الإسرائيلي لجزء من بلدي دون الإضرار بأي قضية عربية على وجه الإطلاق. شكرا أستاذنا الكبير الدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء المصري الأسبق، وإلى لقاء آخر بصراحة.